سيادنا السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة من سلسلة قصص الجريمة. والقصة ديالنا ديال اليوم قصة حقيقية ووقعت الأحداث ديالها في الولايات المتحدة الأمريكية، والأبطال ديال هذه القصة هما تومي شيفر، شيلا فون ويز وبنتها هيدر ماك. كيف ما كتعرفوا السعي وراء الحرية ولا وراء الحب بعض المرات كيخلينا نرتكبوا بعض الحماقات اللي ما كنعرفوش العواقب ديالها حتى كتوقع الواقع. والقصة ديالنا ديال اليوم فيها بزاف ديال التهور وبزاف ديال الأخطاء، والسبب وراء هادشي كامل هو قلة التركيز وقلة الوعي. وملي الإنسان كيبغي يدير شي حاجة وما كيفكرش في العواقب ديالها النتيجة كتكون كارثية. والقصة ديال اليوم خير مثال على هذا الكلام اللي كنقول. فلا بغيتي تعرف الأحداث ديال هذه القصة والتفاصيل ديالها راك عارف، ضرب لايك لهذا الفيديو ودير أبوني إلا ما كنتيش أبوني، وبقى معنا حتى نهاية الفيديو. ماك عندها 19 عام وعايشة مع الأم ديالها شيلا عندها 62 سنة، وكانوا عايشين في شيكاغو. ومن بعد ما توفى الأب في 2011 العلاقة ما بين شيلا الأم والبنت ديالها ماك ما كانش هي هذيك، وهنا فارق السن لعب الدور ديالو بشكل كبير. ماك عندها 19 عام والأم ديالها عندها 62 عام. الأم كتصرف من خلال التجارب اللي راكمات في 62 سنة، والبنت عندها 19 عام وعندها أفكار ديالها، والأفكار ديال الشباب ديال اليوم ما عندهم حتى شي علاقة بالأفكار ديال الأم ديالها اللي عندها 62 عام. وفوق من هذا الشيء كامل ماك كانت كتستعمل المخدرات في واحد السن مبكر، وكانت مرة كتزابي المدرسة ما كتمشيش لها، وهذا الشيء من طبيعة الحال ما كانش كيعجب الأم ديالها شيلا، وهذا الشيء كيخلي الخلافات ما بين الأم والبنت ديالها يتراكم بشكل كبير. كل نهار الغوات وكل نهار المشاكل، لدرجة أنه في 3 ديال السنوات الشرطة دخلت 86 مرة باش تفك الخلافات ما بين شيلا والبنت ديالها ماك. في 2014 الأم بغات تلطف الجو واحد شوية مع البنت ديالها، وبغات تحاول أنها تصالح مع بنتها، وقالت لها غادي نمشيو نسافروا لأندونيسيا وتحديدا البالي باش ندوزوا العطلة ديالنا تما كاينه، ربما ندوبوا هاد الخلافات اللي بيناتنا ونهنيوا الوقت باش الحياة تمشي. ولكن الأم ما كانش عارفة أشنو كيتسناها من وراء السفر. ماك عجبتها الفكرة ووافقت على الكلام اللي قالت أمها، وقالت ربما تكون هذه فرصة باش نبدأ حياة جديدة وفرصة جديدة. هادشي اللي كان كيبان في الظاهر، ولكن ما خفية كان أعظم. شهر 8 2014 شيلا هي وبنتها ماك غادي يمشيو لاندونيسيا، وتحديدا لواحد الجزيره سميتها نوزا دوا، وغادي يجلسوا في واحد الفندق 5 نجوم سميتو سان ريجيس. ماك هي والام ديالها عاشوا الحياه، تصاور انستغرام كدا وبيس. نهار 11 في شهر 8 2014 غادي يجي الصديق ديال ماك اللي سميتو تومي شيفر، وغادي يجي بطبيعه الحال باش يدوز مع الصديقه ديالو والام ديالها العطله. وللتذكير تومي مغني ديال الراب. هذا المجيء ديال تومي نزل على الام شيلا بحال الصاعقه، لانها كانت كتكره تومي وكتقول دائما لبنتها تفرقي مع هذا السيد. ومن الليله الاولى اللي جا فيها تومي بدا الصداع والمشاكل والغوات وسط من الفندق. الام ما كتحملش تومي، تومي ما كيحملش الام ديال الصديقه ديالو، وماك بقات وسط منهم. النهار الثاني وعلى غير المتوقع تومي هو الصديقة ديالو ماك جمعوا الحوايج ديالهم وجمعوا البالز ديالهم بما فيهم واحد باليزة كبيرة، وعيطوا على مول الطاكسي باش يمشيو من داك الفندق. ملي وصل مول الطاكسي حل الكوفر ودار فيه البالز. تومي هو ماك قالوا لمول الطاكسي تسنانا هنا، احنا غادي ندخلوا لا ريسبسيون نخلصوا الامور ديالنا وغادي نرجعوا عندك. مول الطاكسي بقى كيتسنى نص ساعة 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 ونص ساعتين، وتومي وماك ما رجعوش. هنا مول الطاكسي بدا كيتشخوش وكيدخلوا للوسواس. مشى لريسبسيون باش يشوف واش كاين تما كاينه تومي وماك، ما لقى حتى شي واحد، وقالوا ليه راهم خرجوا من الجهه اللورانيه ديال الاوتيل. هنا مول الطاكسي فهم بانه كاين شي بلان ماشي هو هذاك، وفي الحقيقه تومي وماك هربوا من الجهه الخلفيه ديال الاوتيل وخرجوا في البحر وهربوا. السؤال هو علاش تومي وماك غادي يمشيو في حالهم لغد ليه، وعلاش غادي يهربوا من الجهه الخلفيه ديال الاوتيل وغيخرجوا للبحر وغادي يمشيو؟ الجواب غادي يجاوبنا عليه مول الطاكسي. مول الطاكسي ملي شاف هذا البلان كامل فهم بانه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، مشى حل الكوفر وما طيح عينيه غير على الباليزه الكبيره. ملي جبدها وحطها في الارض كتبان ليه كلها ملطخه بالدم وثقيله شويه على البالز الاخرين. في البلاصه مول الطاكسي غادي يتصل باقرب مركز للشرطه. ملي جاوا الشرطه حلوا الباليزه ولقاو فيها شيلا الام ديال ماك مقتوله وملويه في واحد ليزار وغارقه في الدميات ديالها. البوليس في البلاصة فتح تحقيق وخرجوا مذكرة بالبحث على تومي وماك وإلقاء القبض عليهم. ومن بعد 24 ساعة تقريبا ديال البحث لقاوهم في واحد الفندق آخر، لقاو عليهم القبض
وجابوهم باش يحقوا معه. تومي ملي سولوه الشرطه قالوا ليه كيفاش توقع هذا الشيء وعلاش نتوما خرجتوا من هذا الفندق ومشيتوا لفندق اخر وعلاش خليتوا البواز ديالكم في الطاكسي وما رجعتوش. قال لهم بلي دخلت عليهم واحد العصابه للفندق باش يغريسيوهم وبقاو كيتضاربوا معاهم وهما اللي قتلوا شيلا وهما ملي شافوها ماتت هربوا بجوجو. ماك حتى هي ملي سولوها قالت لهم هذا الشيء اللي قال لكم تومي راه هو اللي كاين. ومن طبيعه الحال هذا السيناريو هذا كامل ما غاديش يمشي على البوليس لانه كاين بزاف ديال الدلائل اللي كتدل على انه سواء هو سواء ماك هما اللي قتلوا شيلا. وبقاو كل مره كيستجوبوهم تقريبا واحد مده شهر وهما ناكرين. وهنا غادي توقع واحد القضيه حتى واحد تقريبا ما كان كيتوقع. كيف ما كتعرفوا المراه ملي كتكون حامله الهرمونات ديالها كيوقع فيهم بزاف ديال التغيير والتصرفات ديالها والحركات ديالها كتبدل على المعتاد والمزاج ديالها في بدايه الحمل ما كيكونش هو هذاك. وهذا الشيء اللي وقع مع ماك. علاش؟ لانها كانت حامله من تومي. فمن بعد ما كانت ناكره لمده شهر غدت كراكي وغدت تعود لهم الحقيقه كامل. قالت لهم باللي النهار الاول اللي كان جا فيه تومي وقع خلاف ما بينه وبين شيلا الام ديالها والخلاف غادي يزيد يتطور ملي الام عرفت باللي بنتها حامله من تومي. ومن بعد ما كان الخلاف بيناتهم عباره على مشادات كلاميه غادي يتحول وغادي يتشادوا بعضياتهم وغادي يبداو يتضاربوا. تومي غادي يلقى حداه واحد الفاز اللي كيحطوا فيه الفروي غادي يهز داك الفاز وغيبقى يضرب شيلا للراس يضرب 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 حتى طاحت لكها. ماك ما شاركت في الجريمه ديال القتل ديال الام ديالها ولكن عاونات تومي باش داروا امها في واحد ليزار وطواوها وخشاوها في الباليزه وهبطوها من الطاكسي. وهنا القانون كيقول حتى لما كانش هي مشاركه في الجريمه ولكن كانت كومبليس يعني ساعدت في اتمام الجريمه. الشرطه ديال اندونيسيا غادي يخليو تومي وماك في السجن وغادي يبقاو في السجن حتى مارس 2015 من بعد ما ولدات ماك عاد غادي يتقدموا باش يتحاكموا بجوج. خلال هذه المده كامله اللي بقاو في السجن ماك بينت على حسن السيره والسلوك ديالها في السجن وعبرت على الندم ديالها بزاف المرات وطيله الفتره ديال الحمل ديالها كانت غير كتبكي ونادمه على داكشي اللي دارت. وهذا الشيء هو اللي غادي يساعدها في تخفيف الحكم اللي غادي يصدر ضدها. ملي وقف تومي وماك قدام القاضي غادي يحكم على تومي ب 18 عام ديال السجن بتهمه القتل العمد ديال نسيبته وغادي يحكم على ماك ب 10 سنوات بتهمه المساعده في الجريمه. وبنتهم الصغيره غادي تاخذ واحد العائله اندونيسيه وغادي تتكلف بالتربيه ديالها. نهار 29 اكتوبر 2021 يعني من بعد 7 سنوات غادي يتم الافراج على ماك. وهذا التخفيف ديال 3 سنين من المده السجنيه اللي خدات كان بسبب حسن السيره والسلوك ديالها وكذلك بالحمل والولاده اللي ولدات وخاص البنت تعيش مع الام ديالها. من بعد ما تم الافراج على ماك من السجن غادي يتم ترحيلها هي والبنت ديالها ستيلا للولايات المتحده الامريكيه. ماك من بعد ما تم الافراج عليها قالت غادي نرجع لشيكاغو وغادي نعيش حياه عاديه انا وبنتي وغننسى هادشي كامل اللي وقع. ولكن الاف بي اي كان عندها راي اخر. بمجرد ما وصلت الولايات المتحده الامريكيه لقات الاف بي اي كيتسناو فيها وقالوا لها السلام عليكم وغادي يهزوها مباشره للسجن. الاف بي اي ملي وقعت الواقعه في اندونيسيا بداو هما البحث ديالو وفي 2016 غادي يلقيو القبض على ولد عم تومي. وهذا الاخير غادي يعترف بواحد الحقيقه غادي تصدم الجميع. ماك وتومي وولد عمو كانوا مفاهمين مع بعضياتهم انهم ملي غادي يمشيو لهذا السفر لاندونيسيا مع شيلا غادي ينفذوا العمليه ديالو. وكيقول باللي تومي قالت ليه ماك الا درتي هذه العمليه غادي نعطيك 50000 دولار. وهذا الشيء اللي دارت ماك دارته باش تورث. وللامانه هذه القضيه ديال الفلوس كاين بعض المصادر اللي ذكروها وكاين بعض المصادر اللي ما ذكروهاش. والتهمه علاش تشد هذا ولد عم تومي هي انه هو اللي كان العقل المدبر لهذه العمليه كامله. وكيقول المدعي العام بان هذه الجريمه تم التخطيط لها من طرف ماك وتومي وولد عمه. الشيء اللي كياكد الكلام ديال ولد عم تومي. وهذه التهم كامله اللي جمعت عليها الاف بي اي كتخلي ماك تكون واحد من المنفذين ديال الجريمه وماشي مساعد على الجريمه. يعني العقوبه السجنيه اللي غتاخذها على اساس منفذ الجريمه وماشي مساعد على الجريمه. وكتقول ماك هذا الشيء اللي دارته باش تاخذ الحريه ديالها وتعيش مع الانسان اللي بغاته هي وما عنده حتى شي علاقه بالفلوس ولا بالورث. وحتى الوقت اللي كتبت فيه انا السكريبت ديال هذه القصه ماك كانت باقا في الحجز الفيدرالي وكان من المقرر انه كانت غادا تكون واحد الجلسه باش يتسنطوا لماك ويطلبوا باش يخرجوها بكفاله ولكن تم الغاء هذه الجلسه هذه والى يومنا هذا باقي كتسنى الحكم ديالها.
وهنا بغيت نسولكم واحد السؤال، واش كتشوفوا بان الانسان الا بغى يدافع على الحريه ديالو على الحب ديالو يقدر يوصل انه يدير هذا الشيء كامل، ولا انتي وقعتي في حال هذا المشكل هذا وبغيتي تخرج من هذه الورطه، اشنو هو التصرف اللي غادي دير باش تخرج منها؟ وبهذا كنكونوا كملنا الاحداث ديال هذه القصه. ما تنساوش جيم لهذا الفيديو وديروا كومونتير وتبارطاجيو مع اصحابكم. نشوفكم في حلقه جديده والسلام عليكم.